صرح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب رئيس اللجنه الخاصه المشكله لدراسه برنامج الحكومه بان اللجنه ستعقد اول اجتماع لها يوم الاربعاء بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد علي تساؤلات واستفسارات اعضاء اللجنه حول برنامج الحكومه واشار وكيل اول مجلس النواب الى ان اللجنه الخاصه في حاله انعقاد دائم طوال فتره عملها التي تصل الى عشره ايام على الاكثر حسبما تقضي اللائحه الداخليه للمجلس وقرار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بتشكيلها مؤكدا حرص اللجنه على مراجعه ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومه ومدى التزامه بتوجيهات رئيس الجمهوريه بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري.